من المبادرة الفرنسية واستكمالا لها وإلى مبادرة الرئيس نبيه بري، بحيث يصار إلى تكليف شخصية بنتيجة استشارات نيابية ملزمة تكون قادرة على أن تؤلف حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص بعيدا عن تسلط القوى والأحزاب السياسية تحت ذرائع أثلاث معطلة أو غيرها تدفعها إلى الاستقالة، وعلى أن تكون هذه الحكومة منسجمة ومتضامنة تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، وتستطيع أن تقود لبنان خلال المرحلة القادمة، وذلك استنادا إلى القواعد التالية التي يستعاد خلالها الاعتبار والاحترام والالتزام: 1. بوثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، وبالدستور اللبناني بعيدا عن البدع والانتهاكات التي أصبحت تخرق الدستور اللبناني، وكذلك في الممارسة الحكومية التي يجب أن تكون مبنية على احترام كامل للنظام الديمقراطي البرلماني. 2. بالدولة اللبنانية ولممارستها لقرارها الحر ولسلطتها على كامل أراضيها ولأصول ممارسة نظامها القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها. 3. بالشرعيتين العربية والدولية ولعلاقات لبنان الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم بما يتلائم مع مصلحته والمصالح الدائمة للبنانيين في لبنان وكذلك للبنانيين المقيمين والعاملين في دنيا الانتشار في العالم العربي والعالم أجمع. 4. بالتطبيق العملي للمادة 95 من الدستور وبكامل مندرجاتها وبما تنص عليه أيضا، ومن ذلك الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق وكذلك في إجراء المساءلة والمحاسبة وعلى أساس المعايير الدولية للتدقيق، وذلك لكشف الانحرافات والفساد والإفساد وبما يسمح بمكافأة الإنجاز والمنجزين ومعاقبة المقصرين والمهملين والفاسدين. 5. باستقلالية القضاء بما يعيد الاعتبار لدولة القانون والنظام ويؤكد على محاربة الفساد والإفساد. 6. بأن تتولى الحكومة العمل على البدء بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والسياسية، ومن ضمن ذلك المسارعة إلى البدء بإجراء حوار وتعاون شفاف وجدي ومجدي مع صندوق النقد الدولي وكذلك مع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة بما يسهم باستعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. إنه على أساس الالتزام الكامل بهذه المبادئ والقواعد فإننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي ليتولى مهمة تأليف الحكومة استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة على أن تتم عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب وأصدقائهم في العالم. انتهى البيان.